حياكم الله مشاهدينا الكرام، وكل عام وأنتم بخير في أول حلقة من الغذاء دواء لشهر رمضان المبارك. بميل معظمنا لتموين عدد كبير من الأغذية تحضير لشهر رمضان المبارك، وبالتالي عم نتناول أنواع كثيرة وبكميات كبيرة من الإفطار حتى السحور، متجاهلين أهم الأغذية يلي بتتناسب مع أجسادنا وبتساعدنا على الصيام صحي. شو هي هي الأغذية؟ خلينا نتعرف عليها مع الدكتورة ثواب الغبرة. برحب فيك دكتورة ثواب على قناة نور الشام، كل عام وانت بخير. وانت بخير ومشاهدينا بخير، وان شاء الله طاعة متقبلة يا رب، وان شاء الله مثل ما بيقولوا صيام صحي ورائع وشهر رائع ان شاء الله بيمر علينا وعلى شعبنا باذن الله تعالى. ان شاء الله. دكتوره، ببدايه حلقتي لليوم مثل ما ذكرت بالمقدمه، نحن دائما وقت بيكون في شهر رمضان المبارك من اقبل على الاسواق بيكون في عمليه تموين بالبيت لبعض الاغذيه، هلا هذا الشيء صحي ولا في اغلاط نحن عم نرتكبها، وخصوصي انه عم بيكون في كميه كثير كبيره من الاغذيه بقلب المنزل؟ هلا مثل ما بتعرفي عن سهل الوضع تبع هلا شهر رمضان جاي بفصل الصيف، والتسوق خلال فتره شهر رمضان ونحن صايمين حيسبب للعطش، فبتلاقي ستات البيوت وعندي اياه بتصير تروح بتميل تمول هالامور هيك كلياتها، وهذا مو شيء غلط، بس نعرف نمول الشيء الصح ونعرف الكميه المعتدله، مو نعبي الفرايز تبعنا، بغض النظر في عنا يا افراط بالموضوع. جميل بشهر رمضان انه نحن حنستمتع بنعمه الطعام، بنفس الوقت حنحس بوجوع الفقير والامور هي كلياتها، وبنفس الوقت حنحس بلذة الجوع حتى ناخذ لذة الأكل. فنحن حتى بنقول بمركز الشهية بالدماغ، نحن مثل ما عندنا مركز تلذذ للطعام في مركز للجوع، الجوع كل ما زاد عندك يا أحيانا بيسبب لذة أكثر بوقت بدنا نتناول الطعام. جايين نحكي إنه كيف نزود اللذة بالطعام عند الإفطار وكيف نتحمل الجوع عندنا يا فترة الصيام، وإن شاء الله برجع بقول إن شاء الله عبادة متقبلة، لأنه هي مو فقط صيام عن الطعام والشراب، هي ارتقاء روحي بإذن الله تعالى ناخذ فوائده. وكمان جاية نحن نوجه نصائح لستات البيوت انه كمان ما يصفوا اوقاتهم كلها بالمطابخ وهالامور هي، مو فقط هو حيكون همنا شو بدنا ناكل بشهر رمضان، شو بدنا نتسحر بشهر رمضان، شلون نستفيد من هذا الشهر لصحه جيده لاجسامنا، وان شاء الله التنوع هو سيد الامور، لكن في بعض القواعد حنستعرضها، ما حنحكي شيء قديم طبع السلطه والشوربه والامور هي كلياتها، حننبه على القواعد العلميه اللي عم نكتشفها العلم، اللي عم نطابق القران الكريم، حنحكي كل هالامور هي كلياتها، وان شاء الله الهي باذن الله معلومات مفيده والله يرزقنا الفائده بكل الاوقات. ان شاء الله. طب معناتها دكتوره خلينا نبدا باهم الاغذيه اللي نحن لازم تتواجد عنا اثناء الشهر الكريم. بالشهر الكريم بنعرف انه نحن بنلز بشيء اسمه التنوع بعمليه عندك يا مائده رمضان. هلا مائده رمضان كانت على السحور ولا على الافطار لازم تكون غنيه، لكن برجع بقول الغنى مو هو فقط بالتنوع، الغنى انك تاخذي الشيء اللي يحتاجه جسمك. هلا لنفرض انه عائله متكونه عندك اياها من معظم اطفال وصن يافعين، لازم نعرف عندك اياها انه نحط بصفره رمضان الشيء اللي بيساعد على النمو اكثر. سالتيني سؤال جميل انه شو لازم نخزن اكثر شيء، اكثر شيء عندي اياه بقدر الامكان نحن بنميل لاكلات معينه دون اكلات اخرى، فلذلك لازم نحط عندي اياها الاكلات اللي هي عندنا اياها محببه لنا بنفس الوقت مو افراط بالكميات. حنقول عنا يا بعض انواع اللحومات انا فضل بخلال فتره شهر رمضان المبارك عندي يكون ميل للحوم البيضاء اكثر، لانه بنعرف انه عندك يا اللحوم الحمراء غنيه بمنطقه ماده البولين اللي بتسبب حمض البول، فلذلك ما عندنا سوائل هلا تساعد الكلى على تصريفها، فبقول ميل للحوم الحمراء. هلا حاليا ما شاء الله كان نحن بفتره نهايه الربيع، هلا البازيلا والفول والهالامور هي كلياتها رائعه وهي اساسا عم تتموّن بهالفترات هي. نحاول نجيب الفاكهة ما نحاول نمونها نشيبها بوقتها، الورقات الخضراء مثل البقدونس الخس تنشرها بوقتها حتى لو كان التسوق مو عنديها عالي. حنجيب نحن تمر هندي، هذا التمر الهندي رائع جدا رائع جدا بهالفترة هي، أكيد كل بلاد الشام كتير مشهورة بهذا المشروب الرائع، حنحكي عن فوائده بتنقية الدم وهالأمور هي. الشغلات اللي بيهمني أمرها ما نمون كتير عجين، العجين هو أكثر خطأ ببلادنا شائع، بنحاول نحطه بفترة رمضان المبارك. حنقول إذا حطينا شلون بدنا نساوي القواعد الصحيه لحرقه باسرع وقت، لانه هو بيعمل تلبيك شوي بالامعاء. خليني اوقف شوي عند هي الفكره، نحن دائما بيكون في عنا تحضير بالنسبه للكبه والبرك، انت عم ذكرتي قبل، لانه بتاخذ وقت قبل رمضان. شو هي الطريقه المثلى
مثلا نحن بكون عندنا هي البرك بالفريزر، وكيف يعني بتبتعد عن اليان شويه، يعني هي النصائح اللي بتقدميها للمشاهدين. هلا مثل ما بتعرفي عزيزتي، هلا الفكره انه البرغل ماده المكون الاساسي لهي المكونات هي كلياتها. البرغل ماده جدا مفيده وخاصه لمرضى المفاصل، لكن نحن احيانا عندنا طرق سيئه عندي اياها بتحضير الطعام. الكبه عندك اياها تدخل عندي عمليه الصناعه، انه البرغل بيكون مو منوع ابدا اطلاقا بفتره عندك اياها قبل تحضيرها، لكن وقت بتوصل لاجسامنا بيحتاج الجسم لهضمه لينقع فيه، فلذلك قرص كبه واحد عندك اياه بيحتاج لكوبين ماء عندك اياه ليهضمه الجسم. لذلك بعد هيك ماكوله عندي اياها على فتره المغرب تلاقي انك انت اضطريتي انك تشربي كوبين ماء بعدها، مو ضد فتره المي حتى يصير عندي اياه، لكن نحن هيك كميه بتعمل عندك اياه تمديد للعصارات الهاضمه، فبتلاقي هيك اكل عندي على فتره افراط فيه، مو ضد نحن قرص او قرصين، لكن الافراط فيه اكثر من اللازم بيصير عندي اياه تطبل جدا عالي بالمنطقه العلويه للبطن. إذا حدث التطبل بالمنطقة العالية وين شو حيصير؟ حيصير عندي ضيق بالنفس، هذا اللي حيسبب نقص أكسجة شوي بعملية فترة الهضم، فتلاقي يميل الإنسان للخمول عندي يا ضخ الدم لكله للمنطقة المعدة حتى تساعد أكثر العضلة لأنه تعبت عندك إياها وانتلت بهالمواضيع هي. لذلك ترك حجم فاضي عندي يا لعملية الهضم اللي هلأ حنحكي عليه كتير مهم عندك يا فترة شهر رمضان، إذا ما انتبهنا عليه حنلاقي بطوننا متطبلة وفي أوزان زايدة على فترة العيد، فما بدنا نكون، لا بدنا بالعكس ان شاء الله يكون هذا موضوع. طيب دكتورة بنقدر نستعيد عن قلي الكبة او البرك بالشوية حتى لو كانت البرك الكبة انه نشويها الشوية؟ البرغل حتى عندي اياه، نحن مش قصص مشكلتنا معها بالسعرات الحرارية تبعها، نحن مشكلتنا معها لأن نحن ناكل أكلة مثل البرغل بكوسة كثير رائعة للهضم ورائعة وما بتحسيها أبدا متعبة، أما تاكلي أكلة مثل الكبة عندك اياها بتعمل عندي اياها بعدها تخمي. برجع بقول كلياتنا نحن ما حنستغنى عن هالصنف حتى نكون عمليين مع بعض، لكن الافراط منه غلط. سفره رمضان رائعه وجميل فيها التنوع، فنحن لازم ناخذها. النقطه الثانيه شيء صح رح نحكيها هلا عن القواعد اللي هلا لاحقا هلا شو بدنا ناخذها، بحيث انه لا نفرط منها. وفي عندنا نقطه كثير مهمه لهضم البرغل اللي هي ماده اسمها النعنع، ماده النعنع هي اذا شرب عندي اياها مشروب ساخن باذن الله بعد هيك قرص كبه او قرصين بيساعد على عمليه الهضم. لازم شرب انه نغلي ولا فينا ناكله؟ مشروب نعنع ساخن، كلها بيقولوا لنا شاي اخضر او شيء، مشروب النعناع كثير مهم للناس اللي اكلت معجنات على فتره المغرب. هلا ان شاء الله حنبلش ندرج بالقواعد، حنقول اذا كانت اصنافنا مثلا البان اكثر شيء على سفره المغرب شو افضل شيء بعدها، حتكون مثلا مثل الكبب والمعجنات شو افضل شيء بعدها، الامور الخضار شو افضل شيء بعدها. كمان حنعمل قاعده كثير مهمه بالنسبه لنا، ما بدنا نحكي شيء مكرر سلطه وشوربه وثلاث تمرات، على احترامي لهالمعلومه المهمه، لكن العالم بده شيء جديد، فنحن بدنا شيء نفيد اجسامنا فيه ونعرف شلون نهضم هذا الاكل دون ما ننحرم. خلينا نبدا بهدول القواعد دكتوره. بالضبط. خلينا نبدا مثل ما كنت هلا عم تحكي عن البرغل والمعجنات. هلا بالبدايه وقت اذن المغرب اول شيء يستلذ الانسان بمتعه عندك يا الله يتقبل عبادته يا رب، عن جد يتوجه شكر لله انه الله قدر قواه على هالطاعه هي الرائعه. احلى سعاده هي اللحظتين اللي هي اول خمس دقائق اذان المغرب، فيعني الان نروح فيها بس نظر للاكل، الاكل كله هلا حيكون متاح، في عنا اجر رب العالمين مخبينا اياها، نستمتع بهالخمس دقائق تامل، هي كثير هي رائعه جدا جدا للصائم، بيستلذ فيها بعضها بالطعام كلياته. النقطة الثانية أنا بالنسبة لي مثل ما قلنا ثلاث تمرات وكوب ماء، الكوب ماء لازم ينشرب على ثلاث دفعات، التمر كثير مفيد لتليين منطقة عندك اياها المخاطية اللي حتكون عندي ظاهرة بكل الجهاز الهضمي. مادة التمر المادة السكرية حتغسل له أول شيء، أول شيء حط مادة سكرية ومن ثم الماء. هاللقمة هي حتحسنه شوي، ترفع له شوي منسوب السكر اللي حتنمزج شوي مع اللعاب. هاي المادة وقت انمزجت مع اللعاب حتعمل عندي مادة غروية كلها حتنزل على المعدة حتسلك له المري. المري هلا رائع مستعد لتقبل الماء بشكل رهيب جدا، حياخد الماء على ثلاث دفعات مهما كان عطش. إذا كان حتى لو عطشان لو كان قد ما هي بلغ من عطشه، أنا بنصح أخي المشاهد إنه يشرب الماء على ثلاث دفعات. ليش ثلاث دفعات؟ أول دفعة برجع بقول بتروح له هالطبقة الغروية عندك إياها اللي هي كانت من آثار المخاطيات اللي هي على فترة الصيام الطويلة. هذا الزبد إذا راح كثير ببلش ينظف المري ورأس المعدة بتبلش تتحضر لطعام رائع وشهي. الشيء الثاني الدفعة الثانية هي للارتواء. الارتواء هذا كثير بيعطي إحساس عندك إياه بحفز مراكز الشهية الدماغية يستمتع بنعمة الماء، يعني هي رائعة جدا، هي لذة لأنه الارتواء لذة لا بعد لذة. هلا بعد الدفعة الثالثة ليش بدي اياها على ثلاث دفعات؟
هلا وقت اخذ النفس بالدفعه الثالثه بيرفع نسبه الاكسجين بجسمه، بصير تقبل الخلايا للدم خاصه عند المناطق الملاصقه لقاع المعده اللي هي بتلامس تماما مباشره منطقه الكبد، هي رائعه جدا عندك يا لعمليه رفع الاكسجين بجسم. فبصير مثل ما بيقولوا عم تتغذى كل خليه بالماء هلا، فبياخذ فائده الماء بشكل رهيب. مهما بلغ عطشه يشرب اول رشفات الماء على 3 دفعات ببدايتها التمره تماما. طيب دكتوره، واللي بيستعيض لان المي بنوع معين من العصائر؟ غلط جدا، غلط جدا جدا. هلا انا وقت بدي اشطف البرند عندي يا هلا، بشطفها بعصير بردقان او بشطفها بالهي؟ اكيد لا، مش قصه هيك. مهما بلغ الماء، هو مكون اساسي، اي عصير مكونه اساسي ماء. الماء لازم يكون بيور بالبدايه، يعني هلا انا جماليه الماء انه البي اش تبعه 7، يعني المعتدل اعتدال فيه، بيوازن الخليه اللي بدها حوامض وبيوازن الخليه اللي بدها ماده قلويه. فانا اذا بلغت عصاير او هالامور هي بعدين ما في لذه بالوقت العطشان، ما بيستلذ اوريدي اساسا. نحن عم نعطي نصيحه تطبق بسهوله جدا، ما في انسان ببلش اول ما بده يشرب بعصير اطلاقا، ما في اكثر من انسان عطشان اكثر شيء يشرب ماء، ما في شيء يعني. هلا النقطه اللي بيهمني امرها، بعد ما شرب الماء على 3 رشفات والامور هي، يريح فورا عندك اياها. نجي للقاعده اللي نحن بالبدايه بنقول شوربات وهي، لا ما بدي شوربات، بدي لو خرطه تفاحه او قطعتين موز، خاصه للناس اللي بيعانوا من حرقه. هلا اذا انت خلطت مثلا شريحتين موز، هلا بيقولوا لنا الموز غالي والامور هي، موزه ما حتكون عندك يا مشكله بالبيت او هالامور هي كلياتها. هاي شريحتين موز انا اذا ذوبتها بامعائي، خاصه للناس اللي بتاخذ ادويه معده، هاي الموز حتعمل ماده قلويه حتمنعك من الحرقه او عمليه التخمه بعد عند يا فتره عندك يا افطار شهي وان شاء الله متنوع. ما لقينا موز ببلادنا او هلا مو قصه بالصفرة تبعنا، في لبه الخسه، لبه الخسه رائعه جدا لا طرد اي ماده عندي قلويه بهالامور. بعدها راح صلى المغرب، قام عمل اموره، ساعدت البنت امها بتحضير السفره، مو غلط. الفكره الاساسيه برجع بقول كثير مهم اني انا روح الحموضه تبع حموضه الري، حتى لو كان انا انسان معدتي سليمه، في حموضه حاليا موجوده لانه في فراغ معده اكثر من 12 ساعه. فهي الحموضه برجع بقول بتروح عندك اياها بشريحتين موز او بخرطه تفاحه او بلبه خسه. هلا رب العالمين بالقران الكريم وفاكهه وابا، يعني هلا انا بالنسبه لي الفاكهه قبل الهي، صحن الفواكه ابدا ما بيتقدم بعد فتره الصيام. نحن عاداتنا الخاطئه بعد ما نخلص السفره وهيك بنحط صحن الفواكه، جدا خطا، خطا كبير بيوقعوا اخواننا عندي اياها المشاهدين اذا عندك يا اخروا وجبه الفاكهه الى بعد وجبه الطعام، لانه فعلا حيكون وجبه رمضان على المغرب فيها لحومات، فيها امور لبن، البان، بروتينات متنوعه. شو بيصير بهالحاله؟ اذا صارت عندي وجبه الفاكهه بعد وجبه الافطار اللي حيصير كالتالي، اللي حيصير عايز سكر الفواكه اللي هو مثلا فركتوز جلوكوز اللي هو حيتحول لتخمر، يعني لخمائر، خمائر من الصيغ الغوليه، حتى ما نطيل التعقيد على اخواننا المشاهدين. هي الغول مثل من مشتقات الكحول، بتعمل عندي ضرب للمعده، ضرب لعمليه الهضم، لانزيمات الهضم، والنقطه الثانيه بتروح عندك يا قشره من المخاطيات اللي الله غلف لنا اياها جهازنا الهضمي. فلذلك من الخطا جدا العالي انه انا احط صحن الفواكه بعد وجبه الاكل تبع وجبه رمضان. لذلك حتى لو ما الانسان جعباله ياكل فواكه اول ما هي، لانه حتى نكون واقعيين تتاجل وجبه الفواكه لبعد فتره التراويح. فغلط جدا بعد فتره عندك يا سفره رمضان تنحط عندي اياها وجبه فاكهه. فهي النقطه كثير ننبه عليها، ورجاء مشاهدينا ينتبهوا منها، لانه بتعمل تطبل عالي بالبطن، بتعمل عندي عواض عمليه الهضم للماده الغذائيه، بتعمل عمليه تخمر، فبيرتفع نسبه السكر بالمنطقه اللي هي فيها عندي الجهاز الهضمي، وبيبلش التخمر وبيرتفع عندي نسبه السي او 2 عندك يا بمنطقه الانبوب الهضم، فبيتطبل البطن. ومين بيعاني منها؟ بصير مشاكل الناس اللي عندها حرقة وكولون، فبيصير أكثر نفخة الغازات وأكثر هي لسبب أنا أكل تفاحة أو موزة بعد وجبة الأكل. برجع بقول عدم الإكسار، يعني هلأ أنا شريحتين موز بتكفيني، يعني هلأ مثلا تمرة واحدة بتكفيني، قطمة تفاحة بتكفيني، نص تفاحة، أنا ما بدي أعبي أموري. بعدها بتبلش بقى بنقول لك السلطات والشوربات، القواعد اللي هي بدناها. بدي نبه إخواننا المشاهدين،
نحن بعادة بلادنا نحن بنستخدم كثير السلطات وهالامور، وهذا شيء صح جدا، لكن ننتبه انه الوريقات الخضراء بالبدايه بتعمل سايزز كثير عالي، لكن الورق الاخضر الكبير مثل الخس مثل السبانخ مثل الهي بتعمل انتفاش عندي اياه، والناس اللي عندها مثلا جراثيم امعاء، يعني الناس اللي عندها مشكله سكارسيا وهالامور هي كلياتها وزحار وهالامور هي، لا تكثر من الوريقات الخضراء الكبيره بالبدايه، لانه هي بتلحقها هالامور هي كلياتها وبتزود لون حركه جراثيم الامعاء. هلا مثلا مثل اكله اسمها الملوخيه، الملوخيه كثير مشهوره عندنا ببلادنا وهي من اشهر الاطباق، لكن للناس اللي بتعاني من مشكله عندها عدم ارتفاع او كفاءه جهاز مناعي بالكولون، يعني بيعرف عنده مثلا ديزانتري او مثلا عنده مشكله زحار او عنده هالمشكله هي، يحاول انه يكون كميته قليله جدا منها، ومو بالبدايه مو يعبي معدته منها تماما. انا بحب السلطات الخفيفه اللي فيها وريقات خضراء، لكن مو الورق الاخضر الكبير اللي سهله الهضم بالضبط، اللي مو بتاخذ السايزز العالي. شوفي هلا بفتره المغرب اهم شيء انك تنتبهي انك ما تكبري حجم المعده، لانه انا عندي بدي في كبايه العصير، في عندي المي، في عندي التمر، مو هي فتره غداء مثل الوجبه الاساسيه العاديه تبع غدانا اليومي بالايام العاديه، لانه بالايام العاديه ممكن انا اجل العصير لبعدين، ممكن هي بالمغرب بدك تفوتي المي، بدك تفوتي السلطه، وبدك تفوتي الشوربه، وبدك تفوتي الطبق الاساسي، وبدك تفوتي الفاكهه، وكمان في ناس بتاخذ حلو كمان. طيب في سؤال كثير شائع ما بعرف صحته من غلطه، انه نحن وقت اجسامنا نحن تقريبا بعد 16 ساعه صيام وقت بناكل كميه من الدسم والحلويات جسمنا بيكون قابل للبدانه اكثر من الايام العاديه؟ سؤال حلو كثير يا هلا. هلا في عندنا نحن بشيء بجسمنا اسمه درجه تخزين الانسولين، يعني لنفرض انسان وجبته عندك يا او حاجته اليوميه من الطاقه الكالوري تقريبا 1800 كالوري، اذا دخل على وجبه واحده عندك يا درجه الانسولين رح ترفع او درجه تخزين الانسولين تبعها رح ترتفع ل 7 درجات لانه اجت على دفعه واحده، يعني هذا الانسان حيخزن 1200 ويحرق 600، لكن هالوجبة إذا تقسمت على 3 دفعات لنفرض مثلا حيصير عندي يا تخزينه لإلها تقريبا حوالي 600 ويحرق 1200، لذلك عدد انه ما انا ارفع سكر الدم بشكل رهيب جدا عندي اياه على دفعه واحده. لذلك نحن بنقول ليش عم لك كل تمره وشرب مي وروح توجه لتصلي، بعدها بيتحدى جسم الدم بينزل سكر، بيعمل تنزيل سكر الدم، بعدين تيجي بتاخذ وجبتك، بعدين بتقعد تساعدي مثلا امك بقيم الصفره، بترجعوا بتاكلوا عندك اياها الطبق البسيط اللي بدنا نحكي عليه هلا بعد فتره المغرب. شوفي اذا عرفت اهتم بالمشروب الساخن بعد الوجبه الاساسيه انا عرفت احرق 50% من هالوجبه اللي اكلتها واستمتعت بالاكل، عرفت هندسه البطن. طيب حنبلش بقى. هلا اذا كانت طبق الصفره عندنا غني بماده اسمها المعجنات والكبد مثل ما حكينا وهالامور، اهم شيء بالمعجنات في ماده اسمها خميره البيره، هي خميره البيره بتعمل نفخه رهيبه جدا بالجسم على الرغم من فائدتها احيانا لانه بتطلق عندك يا فيتامينات بي، لكن هي الماده عندك يا بتعمل تطبل عالي جدا بالبطن، عمليه هضمها ليس بالشيء السهل، فنحن بعد وجبه غنيه بماده اسمها المعجنات والكبب حنلاحظ انه في عندنا طلب للماء بشكل كثير عالي، حيصير التخمه نحن اقرب لها، لذلك مشروب مثل اسمه مشروب النعناع بعد هي الوجبه عندك يا ماده النعناع رب العالمين مجهزه بماده اسمها المنتول مثل كمبرسور هواء لعمليه الهضم، هي بتعمل بتساعد على هضم المعجنات ومواد اللي فيها البرغل اللي بتحتاج لنقع، فبتلاقي حالك كثير صرفت الامور هي. في حال اكلنا من هذا الموضوع مشروب ساخن منها فبتلاقي ساعدت عمليه الهضم بشكل كثير رهيب. هلا لنفرض انه انا وجبتنا غنيه باللحومات، اللحومات كثير مهمه بفتره المغرب بفتره شهر رمضان المبارك. انا كثير بوجه ست البيت انها ما تعمل كذا نوع من اللحومات، يعني مو لحم احمر حد دجاج حد سمك، هذا كثير بيعمل تلبك معوي، تنويع نوع اللحومات لازم يكون نوع واحد موجود، يا احمر يا ابيض يا سمك يا دجاج يا هالامور هي، تنويع عده لحومات حيلخبص شوي الانزيمات الهاضمه لانه كل نوع لحم عندك يا له نوع تركيز معين من انزيمات معينه بالمعده وانزيمات معينه بالبنكرياس، فلذلك ندخل كذا نوع حيتلخبط عمليه الهضم بجسمنا، كل ما كانت الصفرة أكثر سمبل وكمان غنية بالتنوع بأشياء نحن عم بعدها زمنيا مو عم نحطها بآن واحد، كل ما كنت نجحتي بشهر رمضان المبارك بغذاء صحي وغير محروم وممتع وبنفس الوقت أخذ فائدته أكثر ما أخذ عبئه الإطراحي. دكتورة بالنسبة للشوربة إذا نحن كنا متبعين نوع لحوم واحد بالأكل فينا ناخذ خلاصة هي اللحوم إذا كانت مرأة نعمل فيها الشوربة أو لا نبعد عن هي القصص؟ اطلاقا ما ابدا ما بتنكب مرقة اللحوم لانه فيها فائدة عندك اياها كمادة دهنية، بس اجمالا اذا انسان عنده عسر هضم شوي ونوعا ما
بياخذ عندك بعد ما اخذ المي والتمر وهالامور هاي الشيء الدافئ بمعدل مقدار ربع زبديه يعني نوعا ما، وبعدين بيتناول الاكلات. حتى ما نطيل على اخواننا المشاهدين، هلا نحن برجع بقول المعجنات والكباب اهم شيء بعد عندي اياه نعناع ساخن. هلا اذا كانت لحومات مثل اللحمه بالصينيه عندك دجاج هالامور هي، علك ورق النعناع يعني مو غلط عندك يا ينحط بعد على مثل صحن السلطه، صحن لحاله في ورق نعناع وفي شرايح ليمون. الليمون وورق النعناع تساعد على عمليه هضم البروتينات بشكل رهيب جدا، فبتلاقي علك ورق النعناع بيساعد الانزيمات الهاضمه بكثير شغلات معينه. إذا كانت عندي اياها التميل الوجبة تبعنا للخضار ولهالأمور هي كلياتنا، لتجنب عندك اياها الشاي الأحمر، لأنه نحن مثل ما بنقول نعرف الشاي الأحمر بمص حديد المادة الحديد النباتية وليس الحيوانية، وهي عندنا يا خطأ شائع بفكروا إنه الشاي ممكن يمص حديد اللحومات أو شيء، لا الشاي يتعلق فقط بالوجبة اللي فيها خضار، يعني أنا مثلا آكلة أكلة فيها سبانخ، آكلة أكلة فيها عندك ياها بالنسبة لي عدس، شوربة عدس، هذا إذا أخذت بعد الشاي أحمر ممكن نقص من امتصاص الحديد لهالوجبة. لكن أنا إذا أخذت قطعة لحمة بعد الشاي لا إطلاقا، لأنه الحديد الحيواني يختلف تركيبته كليا عن الحديد النباتي، هذا على شكل بروتين هذا على شكل ملح لعضوي. فالفكرة الأساسية إذا كانت عنا خضار أو وجبتنا خضار وهالأمور هي كلياتها، فمنبتعد فقط عن تناول الشاي الأحمر، ممكن حتى والشاي الأخضر ساعتها ما هي ناخد مادة اسمها المليسة. المليسة المليسة تساعد على امتصاص الفائدة الرائعة للفيتامينز بوجبة فيها غنية بالخضار. الشغلة الثالثة اللي بيهمني أمرها أنا بالنسبة لنا، إذا كانت تميل وجبتنا تبع المغرب لللبن للألبان وهالأمور هاي كلياتها، حتى استفيد من اللبن وهالأمور هاي كلياتها، أجمل شيء بعد عندي البابونج. ليش؟ اللبن يحتوي على كمان خمائر حمض اللبن، وكمان اللبن على فكرة كتير بيعمل شيء قصة. نحن ببلادنا بالعادة بنطبخ اللبن ما بنعمل أكلة لبن بدون نشا، فالنشا عندك يا ممكن يعمل عندك يا كمان شوية تطبل بالجسم ونحط له بعض اللحومات. فأنا بقول إنه الألبان بالذات عندي إياها حتى أستفيد منها البابونج. البابونج بعدها كتير رائع عندك إياها لأنه عملية هضمها بشكل أفضل وبشكل أحسن. هلأ نحن بنقول ما بدنا نكتر كتير الحكي، حنحكي شوي كمان عن العصائر. العصائر مفروض إنه شايفين الكوب اللي نحن ظاهر عنا هلأ هاد بحجم هاد، ولا يكتروا أكتر من هيك هلا، وحلاوته انه ما يكون كرع، يعني هلا بتلاقي واحد حط تمه على بريق السوس طلع فيه، يعني بنقدر قديش فتره العطش، بس هالعمليه مؤذيه جدا 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 لجهازك الهضمي. بدك تعرف هذا الامر حيمدد العصارات الهضميه. انا بشبه لاخواننا المشاهدين اني انا اذا عندي انينه مي وحطيت فيها ابره، انا هي الابره اذا كان عندي تلتا عندي تلتين عندي في مكان فارغ ورجيتها بتضرب بجدران الانينه بشكل كثير اسرع واحسن، لكن اذا انا انتلت عندي اياها فما عاد قدرت انا ابدا اطلاقا اعمل عمليه الهضم، يعني صارت حتى حركتها معي كثير كثير سيئه. فهيك نفس الشيء انا اذا بلشت عندي اياها بالعصير وعبيت معدتي كله بالعصير صار ما عاد في مكان للهضم، يعني ما عاد في مكان يتسنى للمعده انها تحرك وتهضم. هذا المكان الفارغ اللي شايفه كثير هام جدا لعمليه الهضم حتى تنتشر الانزيمات الهاضمه ويصير عندي اياه ماده المهضومه متجانسه حتى تنزلها على دفعات. في حال ما تنزلت على دفعات ومو متجانسه لا يفتح للمنطقه البوابه السفليه للمعده حتى تمرق للامعاء الدقيقه، شو حيصير؟ ارتداد للاكل فوق عند المري، المري مو مؤهل ابدا للهضم، بالعكس حيصير تخرشات فيه وحياخذ معه الاتش سي ال المهضوم فحيعمل حرقه براس المعده، وهون بقى بتبلش مشاكل الهضم. فنحن كثير بننبه انه كاسه العصير ما تكون كبيره وعلى دفعات، يا اخي على دفعات، كل اكله مزجها مع شوي بتحسن اللعاب بتحسن المزاج، لا تروي حالك بالعصائر، يعني هذا غلط جدا. مهما كنت حبك للعصير، مهما كنت حبك لهذا المشروب اللي عم تستناه صلك سنه كامله فيها مشان مشروبات رمضان، لانه خاصه مثل التمر الهندي وعرق السوس. طيب دكتوره خليني انتقل شوي للسحور، يعني نحن كمان على السحور دائما، هديك المره كنت عم بحكي مع رفيقتي فقالت لي اسالي لنا الدكتوره شو ناكل حتى ما نعطش، فهذا السؤال اللي السحور كثير كثير مهم. بس قبل السحور اللي هو وين زياده الوزن يا حزرك يا هلا، بالمغرب بالسحور اطلاقا لا، زيادة السحور بعد التراويح، هون بقى الطامة الكبرى، يعني الإنسان بيكون عمل جهد ونقص سكر ورجع ومفتحت له هلا ومعك في عندك شيء بالدماغ شيء اسمه اللاواعي،
معك ساعة واحدة استلز الأكل، يلا ساعتين ثانية ما عاد يصح لك شيء تاكل من هون. صحيح، والإنسان مشتهي أكلات الحلو والقشايط هلا نحن مو ضد الفكرة هي، بس بدك تنتبه كثير لهالوجبة هي تبع بعد السمنة تأتي في شهر رمضان المبارك بعد وجبة التراويح. أنا جدا مع وجبة سناك بعد التراويح لأنه استمتع، خلصت عبادة التراويح بدي هيك أعمل راحة لأتقبل لعبادة. وإن شاء الله هلا حنحكي إن شاء الله بحلقات قادمة عن الأغذية اللي ما بتخلي الإنسان يخمل ويتفرغ لعبادته، لأنه هذا شهر عبادة مو شهر أكل وشرب بس. يعني أنا بيهمني كتير إنك تستمتع عندك يا بلذة الجوع وفراغان المعدة، حتى تحس إنه في كمان في لك إجازة سنوية كمان لمعدتك إجازة سنوية، يعني مو نروح هاي الإجازة هي مشان تشتغل معك لباقي العام. فالفكرة اللي أنا بدي أحكيها كتير مهم هي فترة بعد التراويح. بعد التراويح حلو الواحد يحط قطعة حلو، لكن هون بقى بدي معها شاي أخضر شاي أحمر هالأمور هي كلياتها. المادة الدسمة الشاي الأخضر أو الأحمر مع قطعة الحلو المادة الساخنة إلها، لأن إحنا مشروب الشاي مشروب نحن متعودين عليه، وفي مادة الكافيين بتراكيز معينة بتعمل عندك يا اندروفينات بالدماغ تستلزي بأي أكلة ممزوجة إلها. في ناس بتحط فنجان القهوة، لكن أنا أفضل الشاي معها. الشاي يكسر سم المادة الدسمة، لأنه غالباً بحلويات رمضان بتكون مادة دسمة مع مادة حلوة ومادة فيها عجين، فهي مادة عندك إياها غير متكافئة هضمياً بكل معنى الكلمة. لا أستطيع أن أقول للمشاهدين امتنع عنها، لكن تكون قطعة صغيرة، ومو نحط قدامنا صينية الكنافة صينية الهي، نحط قطعة بالصحن ومنخلي الباقي بالتلا يعني بالهي. هلا حتى الانسان عم يستلز بشيء عصير بدي اشرب منه، بدي اشرب مياه غازيه وبدي اشرب مي وبدي اشرب عندك يا شيء ساخن، ما الشغله مو حوض سمك عم دك فيه انا اللي بدنا اياه. وبعدين مو سله قمامه هي معدتك، بدك تنتبه شو عم تفوت، لانه بعد 3 ايام حتلاحظ سمح الله هلا بصير تلبكات معويه، بتلاقي انه انسان اكل سمح الله شيء اسمه عدم تجانس هضمي بسبب عندك مو سوء هضم بس تسمم هضمي. فالفكره ان ننتبه ما نقضي عند الدكاتره والامور هي، هذا شهر للعباده معك انا، روح تستمتع باكلك بس كمان كون سمبل اكثر ما كون يعني انه كل يوم استمتع بشغله. حتى الواحد سبحان الله وقت بيركز بشغله، يوم عندك قطعه حلو يوم شويه، مو ضروري لازم نكون ناكل قطعه الحلو، بعد شوي الموالح بعد شوي هالامور هي السناكات ظريفه. ليش مو نحن ليش مو تكون عندك اياها مثلا فتره السحور بعد فتره بعد التراويح تكون شيء من الفواكه، مو غلط هذا الموضوع. يعني انا مثلا انا حطيت تخليط تفاحه هلا نازل الكرز والتوت، هلا حاحكي انه على التوت قديش مفيد هلا بهذا الشهر، مضاد اكسده رهيب جدا، بيرفع سكر الدم صحيح، بيعطي طاقه رائعه جدا. يعطيك عندك يا احساس بالشبع، ما بتاكل كميات كبيره عاليه، في ماده عندك ياها مضادات اكسده منقيه للدم خاصه للناس اللي عندها مشاكل حمض بول، اللي عندها حرقه بكعبه الاقدام، اللي عندها مشاكل بالجهاز العصبي، الناس اللي عندك تنميل وخدران، الناس عندها توتر زائد، الناس عندها تساقط بالشعر. ماده التوت لا نحرم حالنا منها بهي الفتره هي، بعد فتره الترويح صحن توت بيسوى كل الحلويات العربيه. فالفكره الاساسيه بيرفع سكر الدم بيرفع المزاج وبنقي للناس اللي عندها مشاكل بشره. هلا ما بدنا بغض النظر نركز على اكله دون اكله، نيجي لفتره السحور اللي حكيتي لي عنها. فتره السحور انا بقول له لمرضى اللي بده ينزل الوزن تبعه، المغرب لك والسحور الي، فهذا اللي هو فتره السحور الحارق. يعني انت انسان بدك تحاول انك تعرف تاخذ اكله فيها طاقه وتضل طول النهار شبعان، وبنفس الوقت عندك يا مالك ممتلئ خذ لك هالعناصر الحارقه. الناس اللي عندها سمنة بطن أو مشاكل بطن، إذا كانت وجبة سحورون شرايح أناناس وكباية لبن عندي وثلاث تمرات بتعطيهم طاقة رهيبة، بتعملهم عندي تمقيص وزن، تنظيف للكولون والأمعاء بشكل رهيب جدا. هيقولوا لي حتعشيني أناناس ولبن، وهي فاتت فكرة الدايت هلا، نسينا عن الدايت. في إذا عبيت معدتك بهالهي، بعدين أخذت شوية متبل، أخذت شوية مسبحة، أخذت شوية هي، مو غلط. عبي أول شيء، روح عشي اللي بيفيدك، أنا حنوي عليهم هدول، بعدين كل اللي بدك إياه. هلا حتقلي بدنا نحط فول مدمس، نحط شيء، بدك تعطينا شيء شغلة نحن، هذا الأناناس واللبن بخليك طول النهار مالك عطشان، لو كان شغلك بنص الشمس. هلا مثلا عندك يا الناس اللي عندها مشاكل زوايا اوراق، اذا اكلت موزه عندك ياها وكبايه لبن بتضل محافظه على سوائل جسمها، بتضل ضغطها متوازن جدا بشكل عالي جدا، وبتلاقي حالها انها كثير اخذت طاقه، ونفس الوقت كمان صار عندها نحف بالاوراق. هلا بيقولوا لنا هلا انت كمان شو محطوط صفره السحور، ما مو غلط تاخذ شيء بسيط منه وتاخذ، بس مو غلط بالشوكه، يعني مو كل شيء بالخبز. يعني نحن مو ضد فكرة الخبز، بس الخبز بيعمل تخمة يا جماعة، احنا لازم نقلل من المعجنات والخبز قد ما فيك. قللت مادة اسمها الطحين وخميرة البيرة، المخبوزات، المعجنات، كل شيء من مشتقاته، كل ما نفدت ببطن مسطح أكثر، بوزن مثالي أكثر، وبفائدة صحية أكثر.
دكتورة ثواب، أنا كنت حابة نكمل أكثر بالحلقة بس وقتنا بداهمنا، وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم من الغذاء دواء، بشكرك كثير على حضورك معنا، وأكيد نحن بنوعد المشاهدين إنه حيكون عندنا حلقات لقدام وتعطينا نصائح أكثر. بإذن الله بإذن الله، يا أهلا وسهلا. هلا مشاهدينا الكرام، وصلنا لختام حلقتنا معكم لليوم. وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، إن الله لا يحب المسرفين، صدق الله العظيم. شهر رمضان المبارك هو شهر الخير والعبادة، لأجسادنا حقوق علينا فيه، وكمان لعباد الله حقوق بطعامنا وشرابنا. توبوا بألف خير، والسلام عليكم ورحمة الله.